مرحبا بالجميع، وصلتم الى الفيديو الجديد الف زر غامض مع انيد ووينزداي. سيكون مشوق، هيا بنا. نمت بشكل جيد، لكن اين انا؟ ما هذا الحبس؟ وينزداي انت هنا، مرحبا. انها تلحقني حتى الى الحبس. مساء الخير، لدي اخبار سيئه، هناك عقوبه بسبب مشاغبتكم. عليك الضغط على الزر، وأنا سأسكب ما يوجد خلف هذا الزر عليك مباشرة. حصلت وينزداي على مارشميلو ملونة، إنها ناعمة جدا وغير ضارة، لكن لدي فكرة أفضل. سوف أذيب هذه المارشميلو فقط من أجلك بهذا المشعل. هذا أفضل بكثير. والآن جاهز، هيا بنا. أتمنى أن يكون صراصير. ما هذا؟ مقرف، إنه مارشميلو ذئب، هذا فظيع، أنا لا أحبه على الإطلاق. الآن علي أن أغسل شعري منه. واو مارشميلو، هذا جميل. هذا قبيح، متى سينتهي هذا القرف؟ إذن يا إنيد، هل أنت مستعدة؟ أنا أنتظر بالفعل، هيا أضغطي على الزر. اختيار ممتاز، دعونا نرى. لديك نوتيلا سوداء، وينزداي كانت لي تحبها بالتأكيد. دعونا نرى، ما رأيك يا إنيد؟ تفضلي الكثير منها. لا، ما هذا؟ الكثير من النوتيلا. انتظروا، هذا الشيء يغطي عيوني تماما. هل هو نوتيلا؟ إنه لذيذ جدا، أحببته، أريد المزيد. لدى إنيد نوتيلا، أنا أحبها أيضا. علي الضغط على زر جديد، سأختار اللون الأسود. ممتاز، لديك سلايم ملون بألوان قوس قزح، لزج وممتع. سوف أسكب كل شيء دفعة واحدة، هذا مسلي. ماذا يسكبون علي مجددا؟ مرة أخرى شيء ملون ولزج. أنا أبدو مثل وحيد القرن الملون، هذا مرعب. يكفي من فضلك، سوف تتذكري هذه العقوبة لفترة طويلة. إنيد، أنا هنا، هيا اضغطي على الزر. حسناً، أنا أختار هذا الزر. اختيار ممتاز، وحصلت على هذا الصندوق، بداخله عناكب صغيرة. إنهم ألعاب، لكن لن نخبر إنيد بذلك. هناك شيء ما يسقط علي. ما هذا؟ إنها عناكب. أنا أكره الحشرات وخصيصاً العناكب، أزيلهم عني. انتظروا، هذا ليس حقيقي، إنها ألعاب، أنا لست خائفة. لا، هناك عنكبوت حقيقي على رأسي، يا للهول، أزيله عني. هذا أطرف شيء رأيته في حياتي، والآن لنذهب إلى وينزداي. يا وينزداي، أين أنت؟ ها هي، اضغطي على الزر. اختيار ممتاز كالعادة، خلف هذا الزر يوجد ريش أسود. مظهرك بالتأكيد يحتاج إلى بعض الريش الأسود، جميل. ما هذا؟ لا تقولوا أنه ريش، سوف يلتصق بي الآن وسأكون مثل الدجاجة المنتفخة، هذا فظيع. وينزداي، أنت مضحكة جدا، تبدين مثل الدجاجة، بق بق بقيق. إنيد تستمتع بوقتها، ربما حان الوقت للضغط على الزر، هيا بنا. حسناً، فليكن هذا الزر الأخضر. اختيار موفق، لأن خلف هذا الزر مجموعة من حلوى النورد. هل هذه حبوب حلوى؟ واو، يعجبني جداً، إنها جميلة جداً ولذيذة أيضاً. أريد أن أجرب الآن. هذا شهي جداً، أريد المزيد والمزيد في صندوقي. سأدع إنيد تستمتع بالحلوى وسأذهب إلى وينزداي، هيا حان الوقت. أتمنى أن أكون محظوظة على الأقل هذه المرة. هذه المرة أنت محظوظة فعلاً، حصلت على عيون مربى البرتقال المفضلة لديك، إنها عيون مرميلادية. أوتش أوتش، عليكم أن تعطوني خوذة وإلا هذا سيؤلم. انتظروا، هذه عيوني المفضلة من المرميلاد. ممتاز، هذه الحلوى لذيذة جدا، تعجبني هذه الطعمة. وينزداي، هل تأكل العينين؟ لم أكن أعرف هذا عنك. حسنا، الآن حان دوري للضغط على الزر، سأضغط على هذا. إنيد، أنت محظوظة جدا،
ينتظرك كب كيك ملون بألوان قوس قزح. أعلم أنك تحبيهم، لهذا السبب أحضرت الكثير منهم. سوف تكوني سعيدة، تفضلي. أوه، ما الذي يسقط علي؟ انتظروا، هل هذا كب كيك مع كريمة لذيذة؟ أوه، هذه الحلوى المفضلة لدي، ممتاز، أريد أن أكلها بسرعة. كنت أعلم أنك ستحبيهم. الآن دعونا نذهب إلى وينزدي. أي زر اخترتي؟ هيا اضغطي عليه. أوه، هذا كان عنيفاً، لكنني سأحضر لك شيئاً سيعجبك بالتأكيد. هذه نودلز صينية سوداء لذيذة مع الفلفل الأحمر. إنها حارة جداً. وينزدي، استعدي. أوه، لقد بدأت بالأكل فوراً. عرفت أنك ستحبيه. أوه، اللعنة، يبدو أنني بالغت في تناول الفلفل الأحمر. الآن أشعر بالحر الشديد. إنيد، انتبهي. أوه لا، تصفيفة شعري. لم أكن أعلم أن جارتي تنيناً. لقد انتهت النيران. الآن حان دوري. أضغط على هذا الزر. أوه، يا لها من عبوة ثقيلة. هذه المرة لديك حلقات الإفطار الجافة اللذيذة. إنيد ستكون سعيدة جداً. واو، لقد طار عقلي. لقد أحضرتم لي حبوب الإفطار المفضلة لدي. أنا أعشقها. اسكب المزيد. كم هذا لطيف يا إنيد، لكن بالتأكيد ينقصك شيئا ما. لحظة، وها هو الحليب. ما هي حبوب الأفطار الجافة بدون حليب؟ أمسكي، لدي الكثير منه. ما هذا، حليب؟ بالتأكيد يتناسب مع حبوب الأفطار، لكن هذا كثير. انتهى الحليب، والآن لنذهب إلى وينزدي. وينزدي، اتخذي قرارك بسرعة. حسناً، سأختار هذا اللون الأسود مجدداً. أنا متأكدة أن إنيد ستغار كثيراً، لأن لديك سكيتلز وعبوة كبيرة. ما هذا؟ شيء مشرق مجدداً؟ هذه حلوى سكيتلز. أحب طعمها، لكن لو كانت سوداء كان أفضل. شهية طيبة، والآن أنا أذهب إلى إنيد. إنيد، هل اخترت الزر بالفعل؟ هيا انقري بسرعة. حسناً. يا إلهي، لقد حصلت على الصراصير. هذا مقرف. إنيد، لا تصرخي كثيراً ولا سوف تخيفي كل الصراصير. أنتظر ضيافة لذيذة. على ماذا حصلت؟ أوي، ما الذي يسقط علي؟ لا، مستحيل، هذه الصراصير. أبعدوها عني أرجوكم. وينزدي، افعلي شيئاً ما. الصراصير في كل مكان. أوه، إنهم علي. لا لا لا، أزيلهم عني. ها ها ها، هذا المنظر يعجبني جدا. أوه، المسكينة إنيد لم تكن محظوظة هذه المرة. دعونا نذهب إلى وينزدي. هيا عليك الضغط على الزر. أتساءل على ماذا ستحصلي هذه المرة؟ لا أصدق عيني. هذا هو المفتاح. يمكنكم الخروج يا فتيات. تهانينا، لقد اجتزتم الاختبار.